كل يوم جاي لعندي، بعينتك اخذت على هالشي. لك دكتور بشو بدي احلف لك انه ما عم اقدر نام ابدا من الصوت اللي بيأذني ومن وجع راسي. ما فيك شي، ضغطك طبيعي وكل شي طبيعي. بس هالصوت ما عم يفارقني ابدا. اذنك طبيعيه، نفسيتك تعبانه. تعالوا خدوه على السجن ولا تجيبوه لهون كل شوي. ليش ما حدا عم يصدقني؟ عم قله في صوت بإذني وما عم اقدر نام من هالصوت. عادي، كل المساجين بيحسوا بهذا الشيء. مراد؟ شو عم؟ لك استنى شوي، شبك هذا رفيقي. لك انت شو عم تعمل هون؟ انا رفيقك ولازم اكون معك، لكن جيت لعندك. امشي قدامي. استنى لحظة لأعرف شو صار. خالي وينك لهلا؟ خليك بعيد عنه. مزبوط اللي قالته مرام؟ هي بنته لرشوان على جوز، يعني فيها تبيع اي شيء. قالت لي انه في حدا تاني بحياتها، الحكي مزبوط؟ خالي بدي اياك تعرف لي مين هالزلمة. انا بدي اعرف مين بيكون هذا اللي فضلته علي. شوف خالو، نحن من هلا ورايح لازم نكون دقيقين كتير. مراد كمان جابوه لهون، بدي من هون ليوم المحكمة تقعدوا عاقلين وما تسووا مشاكل ولا تفكروا بأي شيء تاني قبل يوم الجلسة، عم تفهم؟ يعني ما بدي مشاكل ولا اشتباكات مع حدا. بدي اياك تعرف لي مين هالزلم اللي بتحبه. إذا في شيء من هذا لازم أعرف لك يا بوعدك. ضروري. خلصنا. وليش بابا ما عم يجي يزورني؟ في شيء؟ شغله كتير وما أنا فاضي هلا. فهمني شو عم بيصير. ما في شيء، شغل مثل العادة. خلي قلي الحقيقة. أبوه للست مرتك لغى رخصة مولدات الطاقة الهوائية. شو؟ والبنك بده يسحب القروض. شوف لو سمحت سيد طارق. سكوت. عفوا دقيقة إذا بتريد. شو بدك؟ بدي أسألك عن رفيقي، شو صار معه؟ ما في شي جديد، لساته بمكانه. وراح يضل هنيك؟ ما بعرف. طيب قلي رح تجيبوه على قاوشنا ولا لا؟ ايه على الأغلب. متأكد؟ بس يتحسن وضعه رح نجيبه لهون. تمام ماشي، يسلموا. سمعتوا؟ قال رح يجيبوا مراد لهون. ايه الو سليم. حل عني اياه. سليم شد حيلك شوي، بعرفك اقوى من هيك. ضل القليل حبيب، رح نحاسبهم على كل شي ساووه فينا. مرتك مرام وكريم الكلب.
بدي، ساعتها بساويك شقف وبطعميك للكلاب. لك حاجتك لعيالله امشي، ما بصير تهدده. كل شي بتحكيه بينحسب ضدك كثير بالك، ما بصير تهدد حدا. اتركوني عليه، خلوني ربيه. ما ثبت عليهم شي. من وشهم مبين عليهم مجرمين. شو عم تحكي انت؟ حاجتك لعيال سكر تمك. تعال هون ليكون ازعجتك ولا خذوه من هون. بس لو كبشك يا كلب. تعا فوت، تعا تعا سكتني. اهدى وخليك ساكت، مانك مشفى خاص، انت بالسجن. لا تنسى حالك، مو ناقصك مشاكل، لانه كل شي رح يتاخد ضدك بالمحكمة. لهيك كن بقى